شي على هامش مشاركتي في مهرجان العرش الدولي للثقافه والفنون اللي تكلمنا في البدايه على اول مشاركه ديالك كيفاش كانت المشاركه وكيفاش عاد ديالو العرش. السلام عليكم، معكم ايكو فنان عرائشي صاعد. الحمد لله كانت اول مشاركه ديالي في مهرجان عبد الصمد كنفاوي، كانت زعما كتفوق كل التطلعات داكشي اللي كنت كنتصوروا انا من الجمهور، انه التفاعل يتفاعل معايا بواحد الطريقه اللي ما كنتش كنتصورها بكل صراحه، فهمت؟ انا ما كنتش عارف داكشي كامل غيوقع، ولكن الحمد لله داز داكشي في احسن الظروف، تفاعل الجمهور وربحنا بزاف ديال الناس الحمد لله، وداكشي اللي كنت كنقلب عليه جبرته في جمعيه ديال عبد الصمد كنفاوي. ومن هنا كنبغي نولي نجدد الشكر للمنظمين كاملين اللي تاقوا فيا وعطاوني فرصه انني نطلع قدام الناس ديال المدينه ديالي. انا عم بالنسبه للاغاني اللي اديتيها وشتي اللي يمكن تعرف الجمهور اللي تبعك، عرفت الشيء اللي كيغنيه يعني والخدمه اللي كتعمل، يعني باش تطور هذا الاسلوب هذا ديالك. نعم؟ باش تطور هذا الاسلوب اللي كيميزك انت يا هو كتحاول ما امكن انك تشوف الناس شنو باغا، فهمتي؟ ما كديرش داكشي اللي باغيه انت بيدك، كتشوف الناس شنو باغا وكتحاول ما امكن انك توصل داك داكشي ديالك اللي باغي ديرو للناس بواحد الطريقه اللي تقدر تعجب كلشي، فهمتي؟ وما يمكنش ترضي كلشي، ولكن كتحاول ما امكن انك ترضي اكبر فئه من المجتمع، فهمتي؟ لاحظنا بان الاغاني اللي اديت فيها يعني بالنسبه للمشاركه ديالك يعني كان الجمهور كيطلب الاغاني يعني اللي فيها ايقاعات اللي فيها الطرب وداكشي، بالنسبه لك انت يعني كيفاش كان التعامل ديال الجمهور والتفاعل ديال الجمهور؟ لا بكل صراحة أنا قلت لك أن داك التعامل ديال الجمهور والتفاعل ديالو ما كنتش كنتوقعه بكل صراحة، حيت أول مرة كنطلع قدام هذا الجمهور الهائل اللي كنا أنا في مدينة العرايش، فايت اللي طلعت في السهرات قبل ولكن ماشي حتى للدرجة ديال هذا النيفو هذا، فهمتي؟ ولكن الحمد لله كان واحد التجاوب كبير، أنا ما شفتش هذا الشيء هذا، وأنا السيل ديالي ماشي طرابي، فهمتي؟ والسيل ديالي داك الشيء اللي كنديرو الحمد لله الناس اللي كانوا حاضرين هنا راه عجبهم داك الشيء، وداك الشيء اللي كنت كنقلب عليه راه وصلت، وحسن الناس اللي غيشوفوا الايقاعات يعني الجمهور كيبغي ديك الايقاعات اللي بغينا نقولوا المتحركه باش ضروري كتحاول ما امكن انك دابا شوف ما يمكنش انت تجي تخدم الموسيقى ديالك كامله ايقاعات عاليه باش تكون كتفكر انك باش تجي، حيت كاين الناس كيتعجبهم بزاف ديال الاذواق مختلفه، فهمتي؟ وكل واحد شنو كيعجبو، انت ما يمكن دابا مثلا ملي كتكون ماجي شي سهره مثلا كبيره بحال هكا في النيفو ديال عبد الصمد كنفاوي ديال جمعيه عبد الصمد كنفاوي، خصك تحاول ما امكن انك تجيب شي حاجه اللي ما تخليش بيبليك ناعس، فهمتي؟ ما راه